السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درجة جديد من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله حنكمل ببناء صفحات السلة، وتحديدا حنقوم بتحويل الصور الاستاتيك إلى صور دايناميك، كل صورة حسب المنتج. أكيد حنروح طبعا لصفحات السلة تحديدا، وحنتجه مباشرة على الكاستم ايتم كارت ليست. بهذا الشكل حنضيف أكيد متغير جديد واللي هو الايمج نيم بهذا الشكل. طبعا حنضيفه هون بهذا الشكل. حنروح طبعا للايمج اسيت ونستبدلها بالكاش نايتورك ايمج. الكاش نايتورك ايمج مثل ما واضح قدامكم تمام بهذا الشكل، واللي طبعا بتقبل اليو ار ال، وهون طبعا انا بضيف اليو ار ال بهذا الشكل. طبعا انا اذكر انه بالدروس السابقه عملت فانكشن خاصه بالكاش ايمج نايتورك، نتاكد من هذا الموضوع اذا موجود فعلا بيوفر علينا وقت. حنروح مباشره لهون للكارد ليست ايتمز. اوكي انا مش عامل فانكشن خاصه، فكره ممكن نعمل فانكشن خاصه كمان بيكون فيها لودنج للصوره بيكون افضل، ولكن مبدئيا طالما احنا مش عاملين حنعمل هون بكل بساطه الاب لينك بهذا الشكل. هون الاب لينك حنجيب اللينك الخاص ب الايمج ايتمز بهذا الشكل طبعا، وبعدين طبعا حنقول هون ايمج طبعا المتغير اللي هو ايمج نيم. طبعا هذا مثل ما بتعرفوا بيجيب لي لينك مجلد الابلود الموجود على السيرفر، وهذا اسم الصوره، فبالتالي بنقدر نعرضها من دون اي مشاكل. حنشيل الفيت كفر بيكون افضل، هنصغر ل 80 كمان حيكون افضل بهذا الشكل. طبعا هون حيظهر عندي خطأ بسبب انه في متغير ناقص، فانا بعمل كنترول سي كنترول في، وهون نستبدل الايمج نيم بهذا الشكل، وهون ايضا حنقول items image بهذا الشكل. حنعمل hot restart، خلينا نشوف هل ظهرت الصور ولا لا. طبعا هذا الزر لازم نفعله ايضا كزر للسلة مباشرة من دون ما نضطر نروح ساعة على الصفحة لنصلها. فببساطة انا عندي هون كل اشي جاهز، بس بعمل get dot to name بهذا الشكل، app root بهذا الشكل. فبتوقع هلا من خلال هذا الزر الموجود بالخارج بنقدر نصل للسلة من دون ما نضطر ندخل للمنتج لنصل له. طبعا عم نلاحظ اللودينج يلي ما عم بيوقف ابدا، وهذا الشيء بسبب يا شباب انه في مشكلة عندي على الارجح. بنروح على السلة، بنروح على الكنترولر الخاص بالسلة، ننزل على مجلد ديفيو، بنشوف ليش اللودينج ما عم بيروح. تمام، بكل بساطة يا شباب أنا ناسي ضيف الأبديت ببساطة شديدة. تمام هلا بنعمل هوت ريستارت وبنفتح الصفحة. طبعا حيعمل هوت ريستارت، لو دخلنا مباشرة حيظهر لي المنتجات من دون أي مشاكل. بهذا الشكل عرفنا كيف نحول الصور الستاتيك لصور دايناميك. هلا على فكرة بالنسبة لخلفية الصورة ممكن نعطيها لون على فكرة ثابت إذا بدنا، طبعا هذا الموضوع بيرجع لك ذوق شخصي يعني لا أكثر ولا أقل، ولكن ممكن ناخذ هي الصورة ونضيفها داخل كونتينر بهذا الشكل، وهذا الكونتينر مثل ما بنعرف بيقبل للتشايلد، فأنا حنضيفها كتشايلد لهذا الكونتينر. حنعطي الكونتينر لون وليكن مثلا اب كلر دوت برايمري كلر لو بدنا، يعني ما في اي مشكلة بهذا الشكل. هذا موضوع راجع لك، ولكن انا كأني وجدت اللون الابيض اجمل صراحة. طبعا ممكن نطور على التصميم بالمستقبل فيما بعد. نكتفي بهذا القدر لهذا الدرس، بتمنى يا رب الدرس يكون نال اعجابكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.